طبعا احنا كنا في الكورونا ماشي، ودي البعثة الأثرية ماشي، وانه كنا بنحط الحاجات على الطاولة تمهيدا لترميمها، يعني بنعمل التنظيف المبدئي ماشي. خلوني افهم، انا ما مش عايز ايه ادلي بدلوي قبل ما افهم. دكتور محمود حامد الحصري الخبير الأثري، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا يوسف، ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا واد. بس رأي حضرتك ايه في هذا الفيديو وفي البيان ايضا؟ طيب انا بس عايز يعني اوضح حاجه لحضرتك، يعني حاجه مهمه جدا. ايوه، وانا الاول هقول لحضرتك على حاجه بسيطه وبعد كده هعقب على طبعا الفيديو اللي حضرتك. تمام، تحت امرك. اول حاجه حضرتك بالنسبه للحساير اللي بتتم، احنا عندنا في كل بعثه، او يعني سواء في مثلا في التربه الطينيه او في التربه الرمليه او في المواقع اللي هي المواقع اللي هي الصخريه اللي هي موجوده في صقاره وخلافه، اللي هي المقابر اللي منحوته في الصخر او في الجبل او كده، كل بعثه بيبقى ليها طريقه شغل معينه بتختلف عن الثانيه. تمام، ده في طريقه الشغل. لكن بعد الاكتشافات الاثريه، انا لما بيبقى عندي اي اكتشاف اثري حضرتك في اي موقع اثري، اول حاجه انا بعملها ان انا بصور القطعه الاثريه. فانا بس عشان اوضح لحضرتك، يعني يبقى انا اول حاجه بعملها بصور القطعه وهي لسه في بطن الارض، سواء بقى في تربه طينيه في تربه رمليه في اي مكان بصورها. حلو جدا. بعد كده باخد القطعه ديت حضرتك وبديها رقم اسمه رقم حساير، رقم الحساير. ايوه. وبعد كده بدخلها الترميم. انا ليه بديها رقم حساير حضرتك؟ لان قد يكون ان انا عندي قطعه مثلا متهالكه، او عندي قطعه مثلا من الحجر الجيري متشبعه بالميه. ماشي. فمجرد القطعه دي ما بتطلع الشمس بتبدا تتفتت. لو انا اديت لك، لو انا اديت القطعه دي رقم سجل، اذا انا اتحاسب على القطعه دي. حلو. طيب انا عايز ارجع هنا بقى. انا فهمت بس وفاهم الحاجه. لا انا برضو لا، عشان اكمل بس لحضرتك حاجه بس مهمه. قول لي الحاجه المهمه. طيب انا بعد ما برجعها من خلاص القطعه تمام وراحت الترميم وتعالجت، ببدا بعد كده حضرتك اسجلها في كشف عندي لحد ما انتهي من موسم الحساير اللي هو موجود عندي. كويس. يعني انا بعد ما بوديها الترميم خلاص القطعه اترممت، ماشي، ببدا اخد القطعه دي اسجلها في كشف تاني. تمام، لحد ما ابدا انهي موسم الحساير اللي شغال عندي. ماشي. عشان بعد كده ابدا ابعت القطعه للمخزن المتحفي واديها رقم سجل والقطعه نفسها ينكتب عليها. جميل. هنبدا بقى نرجع للفيديو اللي حضرتك بتتكلم عليه. أيوة. اولا احنا حضرتك برضو يا استاذ يوسف زي ما حضرتك عارف ان الناس بتحب يعني ايه، بيفتم الحاجات اللي هم يعني ما يعرفوهاش او ما يفهموهاش. ماشي. حضرتك عندنا يعني مع كامل، وطبعا برنامج حضرتك من البرامج المسموعه جدا، الله يحفظك يا فندم، الله يحفظك، بتناقش القضايا المهمه جدا واحنا بنحترم حضرتك. لكن احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان في ناس بتعارض بمجرد ان هو عايز يعارض، بيبدا يتكلم وهو مش عارف هو بيتكلم عن ايه. يعني اول حاجه احنا لما شفنا الحاجه الفيديو ده، احنا ممكن يكون في حاجه سلبيه، بس مش احنا عندنا مرممين على اعلى مستوى، عندنا اثريين على اعلى مستوى. يا دكتور محمود، دي دكتور محمود، دكتور محمود، انا من اكتر الناس اللي مؤمنه بان انا عندي اهم واعظم علماء ايجيبتولوجيست عرفتهم البشريه حتى هذه اللحظه. انا مؤمن بده جدا، وبقول لك ده على حاجتين. حاجه منهم باعتباري مواطن مصري عادي، بس بحب البلد بتاعتي، بحب حضارتي الى اخره. من ناحيه تانية كمذيع، فده جزء من شغلي ان انا احاول افهم عن الموضوع اللي بتكلم فيه. الحاجه الثالثه كوكيل عن لجنه الاثار في مجلس النواب، فانا عارف اللي حضرتك قلته من شويه، وعندي درايه بسيطه طبعا مش بعلم حضرتك حول مساله الاثار، ازاي بنقدر بنعمل حفاير، البعثات اللي بتيجي، واقدر اقول لك عدد البعثات اللي موجوده وجنسيتها من واقع عملي البرلماني. لكن السؤال هو إيه, ايه ايه لا انا سؤالي يا فندم على راي حضرتك في هذا الفيديو، يعني لما يجي البيان يقول لي ده كان ايام الكورونا، انا مش هشكك، بس اول حاجه هتيجي هو فين الكمامات بتاعت الكورونا؟ مش موجوده. طيب الاثريين مش خايفين على نفسهم، ايه اللي حضرتك لاحظته سلبي اللي حضرتك كدكتور محمود حمد الحصري الخبير وعالم المصريات، قول لي ايه اللي لاحظته يا فندم سلبي في هذا الفيديو، وسيبك من اللي انا لاحظته.
مش موضوع اللي انت حضرتك لاحظته او اللي انا لاحظته، الموضوع يا فندم في فيما معناه يا استاذ يوسف، وحضرتك اعلامي كبير وليك عفو يا فندم، انا اقل الناس كلها واحنا بنتعلم من حضرتك طبعا. لا يا فندم العفو، هي مش كده والله، على فكره الناس العلماء الناس الاثريين اللي موجودين في الفيديو دولت والله صدقني اثريين على اعلى مستوى، ويمكن حضرتك ممكن تكون بتعرف ناس منهم. حته هو انا بس يعني ايه ان ممكن اللي ضايق الناس، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، في ناس ليها غرض معين ان هم يجيبوا فيديو متصور من 2020 ويبداوا يقصدوا الوقت. انا معاك انا معاك والله، بص انا هرد على بس انا هرد على أنا كلام حضرتك، انا انا بقول لك انا واحد من الناس بيتجاب لي فيديوهات من 2017 تخيل بقى. بارك لك. طيب هل احنا اي انسان فينا مش معرض ان هو يخطئ؟ يعني احنا بس عايزين نوصل للنقطه دي تمام. قد يكون ان هو مثلا ايه، اولا عشان تكون في الصوره التماثيل الاوشابتي اللي موجوده ده اللي موجوده دي أيوه. دي ما فيش ما فيهاش حاجات عضويه. هم كل الفكره اللي طرحوا الموضوع واتكلموا على جزئيتين انا اقولهم لحضرتك. قول لي يا فندم. قال لك ان في قطع يعني اثار عضويه هتتاثر. ثانيا قال لك ان الاثار دي معرضه للسرقه. معرضه للسرقه ازاي يا جماعه؟ وانا هو حاطط في السيف اول دلوقتي لما تعمل. لا سيبك من انها معرضه للسرقه ولا حاجه، سيبك مش دي القصه. ماشي تمام ماشي تمام. هم بس بيتكلموا ان ازاي انت بتحط ال 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 القطع الاوشات دي. اولا القطع دي مصنوعه من ماده الفيون، يعني يا اما هي بتبقى الاوشات اللي موجود عندي ده يا اما ملحوط مثلا من حجر جيري ايوه، او منحوت مثلا من حجر دجال، او منحوت من اي نوع من الحجر او أنا من البيان. انا هقول لحضرتك يا دكتور علشان ما اخدش من وقتك اكتر مما يجب، وانا اعلم انه وقت العلماء سمين. انا شايف قدامي قفص بلاستيك ب3 مليم محطوط فيه اثار لا تقدر بثمن، فده بالنسبه لي غريب. سيبنا من انه محطوطه في القفص البلاستيك ب3 مليم، لو حضرتك يا دكتور محمود و معالي الوزير والدكتور مصطفى وزيري وكل علمائنا الأجلاء والوزير الذي يعلم كم محبتي واحترامي الاثنين ليه، وما كانش في عهده بالمناسبة، وحتى الوزير السابق صديق عزيز وحبيب لقلبي جدا، أنا شايف قدامي فيديو محطوط فيه قطع أثرية فوق بعضها، وأسمع صوت قرع القطع مع بعضها البعض بما يهدد بالتلف، الحاجة بتخبط في بعضها، يعني أخويا اللي شايل القفص وهو بيطلع التمثال بيخبط في التماثيل التانية، يعني هاي ممكن يحصل خدوش وممكن يحصل تصدع في التمثال نفسه وممكن يحصل شروخ وممكن التمثال يتكسر بالكامل. ده سؤال، إزاي يعني أنا إزاي بتعامل مع الآثار بتاعتي اللي مفيش منها في الدنيا؟ أنا ممكن ألاقي أعمدة رومانية في حتت كتير في الدنيا، ألاقي أعمدة رومانية جوه بريطانيا من وقت ما كانت لسه الإمبراطورية بتتوسع هناك قبل ما يبقى في حاجة اسمها بريطانيا، ألاقي أعمدة رومانية في ألمانيا من وقت ما كانوا بيتوسعوا على الأراضي الجرمانية، ألاقي أعمدة رومانية مش هلاقي الآثار دي في بقعة أخرى غير في مصر. فبتعامل معاها للأسف، ده اللي أنا حاسه بقى، ما أقدرش أجزم، بتعامل معاها على إنه ما في منه كتير، فجايب قفص وقاعد عمال بقلب فيه كده وبطلع يعني ناقص أن أقول مساء الفل. ألا يستوجب هذا واحد تحقيق عاجل وعالي المستوى؟ ده أنا بتكلم على أقيم وأقدم وأعرق وأعظم حضارة عرفتها البشرية، بتعامل معاها على إنها سبت طماطم. أدي واحد. اتنين، ألاقي إنه حتى هذه اللحظة يخرج عليا بيان يتقال لي أصل ده من أيام الكورونا، ما أنا ما فهمتش إيه علاقة الكورونا بالموضوع. أنا قصتي في إنه ده حصل، فيبقى لازم التحقيق ولازم المحاسبة ولازم الضمانة الحقيقية انه ده لا يتكرر ابدا ابدا. اما خلق اي اسباب او مبررات، الحقيقة لن تصبح مهضومة، لن تصبح مهضومة. انا هنا مذيع بس
بره هذا المبنى ليا مهمة ما داخل البرلمان المصري، وأنا أعدكم إن أنا هتخذ الإجراء اليوم لضميري، يوم لي عليا ضميري، اللي يرضي يرضيني أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام المهمة اللي أنا موجود لأجلها. أشكرك جدا دكتور محمود حامد الحصري، الخبير الأثري الكبير والمعروف طبعا مما لا شك فيه. ده مش مجرد عتاب، دي دعوة واضحة للتحقيق العاجل والفوري ولخلق ضمانات حقيقية إنه ده ما يتكررش. ده أقل حتة قد كده يا جماعة لا تقدر بأثمان.